في كلمته أمام القمة العربية بالمنام، الرئيس السيسي يؤكد أن العدالة لا تتجزأ ويطالب بإنهاء الحرب وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة. إعلان البحرين يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا ويطالب بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. صحف إسرائيلية تحذر من الإضرار بالعلاقات مع مصر بسبب استمرار العدوان على غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة المنامة تعقد في ظرف تاريخي دقيق يفرض على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، أولهما مسار السلام والاستقرار والأمل، والثاني مسار الفوضى والدمار. جاء ذلك في كلمته أمام الدورة 33 لمجلس الجماعة العربية على مستوى القادة، حيث شدد الرئيس السيسي على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، ولا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل لإنقاذ المنطقة. وقال الرئيس السيسي أن حياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر. وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا، وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا
أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالاً إلا لأن نضع أيدينا معاً لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حداً فورياً لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وأكد الرئيس السيسي ضرورة وضع حد فوري لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي. أرحب بكم جميع الإعلاميين والصحفيين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي الذي نعقده في ختام أعمال القمة العربية 33 التي ترأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبمشاركة أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة الذين
شرفوا المملكة بحضورهم الكرام بحضورهم الكريم ومساهماتهم المقدرة في إنجاح أعمال القمة ومداولاتها ونتائجها المباركة بإذن الله تعالى. ويسرني في البداية أن أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بترأس أعمال القمة العربية للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى التي ترأست فيها المملكة أعمال القمة العربية الخامسة عشر في عام 2003، والتي عقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بسبب الظروف السياسية الإقليمية آنذاك. وهذه هي المرة الثانية التي ترأس فيها المملكة القمة، والمرة الأولى التي تستضيفها على أرضها. وأود أن أتقدم بخالص الشكر والثناء على الجهود الإعلامية التي يبذلها المراسلون والصحفيون وتفانيهم وتضحياتهم والتزامهم بنقل الأحداث وإبراز الحقائق، وأخص بالشكر الصحفيين العاملين في قطاع غزة الذين نقلوا بشجاعة معاناة النساء والأطفال وكبار السن من أهالي قطاع غزة ومعاناتهم المحزنة حقا، ونحن نشعر بحزن عميق على من استشهدوا أثناء قيامهم بمهمتهم الإنسانية النبيلة. لقد سادت أجواء قمة البحرين روح أخوية إيجابية ومتفائلة تعبر عن تصميم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعزمهم على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا العربي وتهدد أمنه واستقراره وتعيق نمائه وازدهاره. وناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو التقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال، وحث القادة حفظهم الله مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة بمصالح الوطن العربي، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، وبما يؤكد وحدة الكلمة والمواقف الموحدة للدول العربية في إرساء السلام وأهمية المنطقة للاقتصاد الدولي والأمن والسلم الدوليين. واعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إعلان البحرين، والذي أكد على إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة، ودعا القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والسماح لتدفق المساعدات الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن السكان المدنيين في القطاع. وأكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية، وأكد كذلك على عدالة وعلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967،
وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وأكد القادة على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية الشقيقة وإنهاء كافة النزاعات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكد القادة على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم أجمع، ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، والعمل على تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون، مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين. أولاً، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل. ثانياً، التحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين. ثالثاً، توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة. رابعاً، توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات. خامساً، تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وسوف تبادر مملكة البحرين بصفتها مقدمة المبادرات للعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة. وقد أشرت في كلمتي أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة إلى تشرف مملكة البحرين باستضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة. وأتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لما بذلته من جهود مخلصة خلال رئاستها للدورة 32 للقمة العربية. كما أشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمسؤولين في الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة على جهودهم المقدرة لإنجاح أعمال هذه القمة. ونظراً لطبيعة التطورات في قطاع غزة، فقد صدر عن القمة بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح وما نتج عنه من نزوح وصعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية. وسوف أتلو على حضراتكم فيما يلي نص البيان. بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة. نحن القادة العرب ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني
والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأً لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية. نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار، والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح. كما ندين بشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل. ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات. نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة نزيهة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شكراً، وأدعو معالي الأمين العام يلقى كلمته. تفضل. شكراً سيادة الوزير. يعني ينبغي في بداية هذا اللقاء أن يتحدث المرء عن كرم الضيافة وعن التنظيم المتميز للغاية الذي ظهر في هذه القمة. لقد أعدت مملكة البحرين القمة إعداداً طيباً، وأدارتها بحرفية عالية للغاية تشكر عليها. شخصياً ومنذ عام 2004، أي ما يقرب من 20 عاماً، وأنا أشارك في القمم العربية بشكل دوري، حقيقةً تميزت هذه القمة عن الكثير من القمم الأخرى، لأنها اتسمت بالسلاسة الشديدة، بساطة والهدوء، ولم يكن هناك أي خلافات، بل هيمنت بالكامل القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح على أعمال هذه القمة، بالإضافة إلى أنها تناولت موضوعات كثيرة اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية،
إلا أنه القضية الفلسطينية كانت هي المحور والأساس، إلى الحد أنه صدر لها بيان خاص من القادة مثلما قرأه الوزير عبد اللطيف. وفي الإعلان يلاحظ من يقرأ هذا الإعلان، إعلان البحرين، أن الإعلان يتكون من عدد كبير من المواقف، نصف مساحة الإعلان خصصت للقضية الفلسطينية، فهذا في حد ذاته يكشف الإحساس القادة والحكومات بالحاجة للتركيز على هذه القضية. والملحوظة الأخرى أن الحضور كان كبيراً للغاية. أنا شخصياً أيضاً شاركت في عدد كبير جداً من القمم العربية. لم أشهد في أي اجتماع هذا العدد من وزراء الخارجية العرب الذين يشاركون في هذه القمة. أول أمس كان هناك 21 وزير خارجية أو وزير دولة عربي من أصل 22. لم يحدث هذا من قبل. صحيح، لم يحدث هذا من قبل. أقصى ما وصلنا إليه وأنا أمين عام منذ 8 سنوات، أقصى ما وصلنا إليه 17-18، فده 21 وزير خارجية. أيضا على مستوى القمة كان حضور واضح للغاية. هذا انعكس شيء أو عبر عن شيء، فهو الاحترام الشديد لدول وحكومات الأمة العربية لشقيقتهم مملكة البحرين. الملك حمد بن عيسى شخصيا الذي أدار هذا الأمر بحكمة وهدوء، أدى إلى أن القمة انعقدت وأقرت وانتهت بدون خلافات، بدون أي احتكاكات، وبسلاسة شديدة. القادة تحدثوا مثلما كشف الوزير عبد اللطيف، القادة تحدثوا عن نقاط محددة بالنسبة للقضية الفلسطينية. وقف إطلاق النار ضروري وحتمي ومطلوب وفوري، ده مطلب رئيسي. مطلب الآخر انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. الدولة الفلسطينية، المؤتمر الدولي، العملية السياسية المرغوب فيها عربياً ودولياً، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، المحاور الخمسة اللي تحدث بها الوزير الزياني كمبادرات للبحرين. هذه القمة اتخذت قراراً هاماً للغاية، وهو تكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته لقمة أن يشرف على تنفيذ هذه المبادرة ويبذل الجهد لتحقيق تنفيذها وعدم تركها في يد المجتمع الدولي أو في يد الجامعة العربية بدون متابعة نشطة. هذه فكرة جيدة للغاية، لأنها تبقي على إحياء كل أنواع هذه المبادرات، وهي مبادرات في غاية الأهمية. يعني الخمس مبادرات البحرينية منهم 2 سياسيين، لكن 3
يتضمن شق عملياتي: تعليم، الصحة، والتكنولوجيا المالية، كلها مسائل تجديد لأعمال القمة. أتوقع أنه وفي أثناء هذا العام القادم أن تكون إدارة أعمال القمة نشطة وقادرة، مثلها في ذلك مثل القمة السابقة عندما أدارت المملكة السعودية الأمر بحكمة شديدة. شكرا جزيلا. شكرا معالي. ما هو سيادة الوزير أنت ما سبتليش حاجة أتكلم فيها فنيا، وبالتالي بعد حصلت شيء. شكرا لسعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. نفتح المجال للأسئلة للمؤسسات، بس نرجو التعريف بالاسم والمؤسسة. ناخذ هناك سؤال، تفضل بس تعرف. لا اللي عند الميكروفون، اللي عند الميكروفون. يلا اخوان مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. سعادة وزير الخارجية، أشرت إلى المبادرات البحرينية التي اعتمدها قادة الدول العربية، فهل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه المبادرات بشكل أكثر توضيح؟ شكرا. مشكور. نعم، مشكور على السؤال الله يسلمك. حقيقة إذا ننظر إلى القمة ومخرجات القمة نجد أن القمة أرسلت رسالة حقيقة قوية، وكل شعوب المنطقة كانت منتظارها، وهي رسالة تضامن. قمة البحرين وبقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم جمعت القادة العرب وأرسلت رسالة سلام للعالم، والسلام يؤدي إلى الحق للحياة، وهو حق أساسي ضمنت القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان الدولية، تضمن هذا الحق. بالسلام نستطيع أن نحن نحقق الحياة ونوفر الحياة لأبنائنا وأبناء أبنائنا. ما هي نظرة جلالة الملك الاستراتيجية للمنطقة، والتي من أول ما استلم طويل العمر مهمة حقيقة استضافت ورغبت جلالته في استضافة أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وضع هدف استراتيجي لنا وبدأ ينسق مع أخوان القادة بهدف استراتيجي أن المنطقة كافة تعيش في سلام، توفير بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة لكافة شعوب المنطقة مهما اختلفت جنسياتهم، تعيش مع بعضها وتزدهر مع بعضها في بيئة آمنة مستقرة مزدهرة. هذا هو الهدف الاستراتيجي السامي اللي نسعى له. صحيح على أساس أن احنا نوصل إلى هذا الهدف نحتاج أن احنا نحل الأزمة الحالية، وهي قضية الحرب على غزة وتحدثنا عنها، وأيضا تحدثنا عن الهدف الاستراتيجي المطلوب للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعلى، وهو تحقيق حل الدولتين بحيث أن الدولتين يعيشون في أمان أيضا. لكن في حقوق للمواطن
يا أخوان، يعني للأسف الصراعات والنزاعات اللي حدثت في المنطقة على مدى 15 عام أرثت جيل يجب أن احنا نزرع للأمل. إذا رجعنا إلى إحصائية اليونسكو لعام 2018 نجد أن أكثر من 10 مليون طفل عربي في الفئة العمرية ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة خارج المدارس، انحرموا من حق نراه عادي، حق التعليم. يجب أن احنا نضع بريق أمل لهم بأن الآخرين يفكرون فيكم. كانت هاي نظرة جلالة الملك، فأصدر مبادرته الأولية وهي توفير التعليم لمن تضرر من هذه الصراعات والنزاعات، ونعمل على توفير التعليم بأي طريقة كانت. يا جماعة، أول ما سمعناها من لدن جلالته أنا شخصياً حسيت بالأمل. فكيف أن احنا نلامس قلوب وأذهان هذه الفئة الكبيرة من أبنائنا اللي يجب أن احنا نعتني بهم. وبنفس الشيء، وهذا حق أساسي، حق الحياة بالسلام، حق التعليم وحق الصحة. كيف نوفر الصحة ويستطيع من تأثر من النزاعات والصراعات في منطقتنا أن يصل إلى الرعاية الصحية، ويقدر ويستطيع أنه يشتري العلاج والدواء المناسب بالكلفة المناسبة وفي المكان المناسب. وأيضاً لما نسقنا ويا وكالة الصحة العالمية يعني أعجبوا بهذه الفكرة وهذا المشروع، فأضافوا حقيقة طلب التطعيم ومعاناة العديد للقاحات واهتمامهم بوصول. فكانت هذه 3 مبادرات رئيسية من اللي صممت مبادرات جلالة الملك، واللي حقيقة نالت استحسان وإعجاب ودعم أخوانا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والقادة. فإذا أضفنا لها العمل على زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين، هذه صارت مبادرة أيضاً رابعة، وتم تكليف وزراء الخارجية بكافة وزراء الخارجية. وهذه يا جماعة أيضاً أضيف إلى ما تفضل بمعالي الأمين العام من تطوير في عملنا العربي المشترك، أن اليوم بتكليف اليوم أن كل وزراء الخارجية العرب عليهم أن يتحركون بجهد دبلوماسي كل في مجاله وبقدرته، بحيث أن احنا نعظم ونزيد عدد الدول التي تعترف بفلسطين. والشيء الأخير، كلنا الآن بسهولة نستخدم البنفيت بي وكذا الفنتك. فوجد جلالته أن كيف نقدر نزيد ونعزز وندعم التعاون بين الدول العربية لإنشاء شبكة مالية والاستفادة من المالية الرقمية، وكذلك الابتكار والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي. فهذه بصورة عامة رسالة سلام، رسالة حقوقية من القادة العرب مجتمعين. شكرا. ناخذ إن شاء الله الأسئلة أكبر قدر ممكن من الأسئلة. تفضلي.
أمل الحناوي قناة القاهرة الإخبارية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية البحريني دكتور عبد اللطيف الزياني على حسن الترتيب وكرم الضيافة، وبهني حضرتك على نجاح القمة. سؤالي لمعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، أنتم دائما لا تكلون ولا تملون من المطالبة بالحقوق الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، إذن كيف ترون فرص عقد مؤتمر دولي في حين أن هناك بعض الأطراف الدولية سوف تعرقل هذا المؤتمر الذي من المقرر أن يدعو إلى حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة؟ شكرا. شكرا جزيلا. هو فرص عقد مؤتمر دولي وردة للغاية، لأنه الاتحاد الأوروبي، أسبانيا أولا ثم الاتحاد الأوروبي ثانيا، يدفع بفكرة عقد مؤتمر دولي. الدول العربية في قمتها اليوم تبنت فكرة عقد المؤتمر الدولي. مؤتمر القاهرة للسلام في 23 أكتوبر 2023 طرح أيضا هذه الفكرة. أهمية هذا المؤتمر في 23 أكتوبر، أي أقل من 15 يوم على حدث 7 أكتوبر، شارك فيه دول عربية، دول أوروبية، وعدد كبير من الدول الآسيوية، وبالتالي كشف عن توجه دولي. لكي يعقد هذا المؤتمر الدولي، أتصور أنه يقف إطلاق النيران، أنه تهدأ وتستقر الأمور في فلسطين، أنه تطلق عملية سياسية، إطار سياسي لتسوية فلسطينية. ما يسمى التريجرينج ميكانيزم أو الآلية المفجرة لهذا المسار السياسي للوصول إلى الدولة الفلسطينية يقوم على مؤتمر دولي تجتمع فيه كل الأطراف وتتحدث بمواقفها وتطلق العملية السياسية. أتصور أيضا أنه مجلس الأمن مطالب ب ربما إطلاق هذه العملية، وهذا يتطلب اقتناع الدول الخمسة دائمة العضوية، ولكن إذا فشل مجلس الأمن للأسف مثل ما يحدث حاليا، فاللجوء إلى الجمعية العامة اللي هي جمعية تجمع كل عضوية المجتمع الدولي 194 دولة، هي 193 في الحقيقة، لكن ال 94 هي فلسطين، واللي هي أخذت في القرار الأخير للجمعية الكثير من الحقوق التي تؤهلها تقترب بها للعضوية الكاملة. فالجمعية العامة متاحة لإطلاق فكرة المجتمع الدولي. ما يجب أن يسجل هنا أنه الكويت البحرين تتحدث عن استضافة، وأسبانيا تتحدث عن استضافة، وبالتالي عندما نصل إلى هذه المرحلة وهذه اللحظة يمكن جدا أن تكون هناك استضافة عربية أوروبية، شق هنا وشق هناك، وهذه ليست ببدعة، بل في عملية مدريد سنة 91 كان في سلسلة مؤتمرات تبنتها الدول العواصم المختلفة.
ففكرة المؤتمر الدولي واردة للغاية وقابلة للتنفيذ، وأنا شخصياً أعتقد أنها مسألة وقت. الدولة الفلسطينية ذاتها هي مسألة وقت، ووقت قريب. ما حدث ويحدث في فلسطين الآن كشف عن عورة غير مسبوقة يجب أن يعالجها العالم والمجتمع الدولي. وهنا فكرة تضييق الخناق على الخصم الإسرائيلي، كشف توجهاته وتصرفاته. النهاردة اليوم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان يجلس في هذه القمة، ولا يجب أن يغيب عن الإعلام أنه كان يجلس على الحدوة نفسها مع بقية القادة والرؤساء الحكومات بشكل يكشف عن التزام أممي بدعم توجهات القمة العربية في معالجة هذا الموضوع. حدث اليوم حدث مهم، والكثيرين سوف في سياق النقد والانتقاد يقولون ما الإدانة لا تكفي، الجديد في عالم اليوم إنه إسرائيل تعرضت وعرضت نفسها إلى مأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل هؤلاء الذين أيدونها على مدى حياتها، وفي هذا ذاته تطور هائل في وضعية إسرائيل في الشرق الأوسط. لا يدافع عنها اليوم إلا طرف واحد، طرف واحد هو الذي يدافع عنها. وهذا يعني عندما يستخدم البعض كلمة تطور استراتيجي فبمنتهى الهدوء أزعم إنه هذا وضع استراتيجي كاشف جديد في العلاقات الدولية والسياسة الدولية، يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسؤوليتها الكاملة عما حدث ويحدث، وبالتالي تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية في هذا الوضع اللي العالم بيشهده. اسمح لي سامعنيش معاليك أضيف، الله يسلمكم. حقيقة موضوع المؤتمر جدا مهم، وأنا شاكر أن أثرتي وأكدت عليه، وما تفضل به معالي الأمين العام يعني غطى الموضوع كامل. بس قد يقول بعض بأن والله دعوة المؤتمر الدولي هذه متكررة والكل قاعد يقولها، وصحيح في قادة قالوها، في وزراء خارجية قالوها، في محافل، في مؤتمرات قلناها، لكن لأول مرة القادة العرب مجتمعين ويصدرون هالدعوة. تمام، هاي دعوة عربية خالصة اليوم. فإذن في مضمونها بالفعل هم العرب كلهم قاعدين يقولون لك نريد سلام بالدعوة للمؤتمر للسلام. الشيء الثاني بتلاحظون في القمة أن تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك دعوة ممثلين من 5 دول الأعضاء دائم العضوية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، على أساس أولاً أن نبين لهم أن إحنا المطلوب حل أممي، حل دولي، وأيضاً في المجال الحقوقي أيضاً نريد دعم أممي للصحة والتعليم لعقد المؤتمر. بعدين لا يعتقد الواحد، وهذه أيضاً روح المؤتمر، أن المؤتمر راح يكون عقد لمدة يوم يومين وينتهي. لهالسبب تم وتطوعت مملكة البحرين جلالة الملك بأن المبادرة التي
نقدمها نكون ملتزمين بالتنسيق ومتابعة تنفيذها مع أشقائنا العرب حتى يتم إنجازها. فالمؤتمر هو حقيقة راح يكون سلسلة من المؤتمرات، بس ما حبينا نقول أن الدعوة لعقد سلسلة من المؤتمرات، لكن يستحيل بنحل الوضع الكامل في اجتماع واحد أو خلال يومين ثلاثة، إنما بروسس عملية مستمرة تؤدي إلى حل أيضا شامل، والحل الشامل راح يكون على مراحل للشرق الأوسط. شكرا. شكرا جزيلا. أيضا ناخذ سؤال، تفضل تفضل. علي وهيب، مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية في القاهرة وفي جامعة الدول العربية. حقيقة أنا بداية أود أن أهنئ مملكة البحرين بالنيابة عن الإخوان وزملاء الوفد الإعلامي المرافق لمعالي الأمين العام على حسن الضيافة وعلى ما صدر منها من قرارات ومبادرات هامة تخص القضية الفلسطينية. 223 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل مصرة على أن تتحدى الإرادة الدولية. هناك 35 تقريبا ألف شهيد، 100,000 ما بين جريح وما بين مفقود. سؤالي هو يعني ما يتداوله الشارع العربي، لماذا المجتمع الدولي غير قادر على وقف إطلاق النار؟ لماذا قرارات مجلس الأمن لا تنفذ ودائما تصطدم بالفيتو؟ إسرائيل حولت قطاع غزة من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة في العالم، ولكن من هنا نبلغهم ونقول لهم بأن الشعب الفلسطيني سيصمد على أرضه ولن يغادر أرضه مهما حصل من مذابح. شكرا. شكرا. سؤال في تعليق. تعليق يعني حقيقة أصبت وصادق وكلامك سليم وصحيح، أن النظام الدولي والمنظومة الدولية عاجز اليوم على اتخاذ قرار بسبب نظامها، وليس فقط يعني القضية الفلسطينية إنما أيضا قضايا أخرى. نلاحظ أن يعني المنظومة الدولية والنظام الدولي يحتاج إلى، ما أحب أستخدم كلمة إصلاح لكن في هالحالة أعتقد أنه يحتاج إلى إصلاح وتطوير، ودول عديدة بما فيها دول أوروبية مثل ألمانيا ودول مثل الهند وبرازيل إلى آخره قاعدة تدعو إلى تطوير عمل ومنظومة مجلس الأمن ومنظومة الدولية والأمم المتحدة، وإن شاء الله أن نصل في يوم من الأيام إلى إصلاح لهذه المنظومة بحيث أن بالفعل تحقق اللي تفضلت بطانا. يعني إن أنا عاوز أقوله لك أنه في هذه الأيام 230 اللي أنت تتحدث عنها، هذه الأيام كشفت عن سقوط ادعاءات أخلاق السياسة، الادعاءات على مدى عقود، كشفت عن سقوط كل أنواع الدعاوى في أنه لا يوجد تفرقة عنصرية، لا هناك نظرة عنصرية، بالتأكيد هناك نظرة عنصرية، ولو كانت هذه الدماء هي دماء أوروبية ما كانوا سمحوا بكل هذا أن يحدث. فهو في الحقيقة سقوط لكل من يدافع عن الأداء الإسرائيلي والتصرفات الإسرائيلية، سقوط كامل. وأنا شخصياً في مكتبي على مدى هذه
الأيام المائتين، وعندما أتحدث مع أي مسؤول أتصور أن بلاده أو مجموعة الدول التي تجمعه لها مواقف فاشلة في هذه الأزمة، فيكون حديثي دائما لا تحدثني عن وعن وعن وعن، لأنهم صدعوا دماغنا، والبعض منا كان يصدقهم للأسف الشديد. يعني كل هذه الجمعيات والهيئات التي تدعي الاستقلال والتي تصدت على مدى عقود لوضعية هذا الرجل أو هذه المرأة في مجتمع ما، ولماذا يحاكم ولماذا يتهم، صمتت عن 35,000 شهيد وما يقرب من 75,000 جريح. ده إن عكس شيء فهو سقوط الأخلاق. ناخذ بعد إن شاء الله نحاول ناخذ أكبر عدد. زاوية. مساء الخير، معكم زهرة حبيب من صحيفة الوطن البحرينية. من منطلق تعزيز العمل العربي المشترك، سؤالي موجه إلى سعادة وزير الخارجية. كيف ترى البحرين دور الدول العربية مجتمعة ككتلة جماعية في إدارة العلاقات مع الكتل على المستوى الإقليمي والدول مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتحقيق أكبر عدد ممكن من المنافع على مستوى الوطن العربي؟ حقيقة سؤال جميل، وبالأمس كنت في نقاش مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة تقريبا عن نفس الموضوع، أن دور المنظمات الدولية في أو الإقليمية كجزء من المنظومة الدولية للقيام بدورها في تحقيق السلم والأمن والازدهار والتنمية. وهذا بالفعل اليوم لو شوفين البيان الصادر أو الإعلان بتلاحظين أنه بالقرارات وبالمبادرات نعمل على القيام بدورنا في تنمية وتحقيق السلم والأمن في المنطقة. لكن لابد كمنظومة متكاملة تتكون من كتل ومنظومات أن يكون التعاون فيما بينهم أيضا، وكذلك التعاون مع القوى الكبرى والعظمى. فالمجموعة العربية ويمكن أو الجامعة العربية أكيد يعني معالي الأمين العام راح يمكن يوضح أكثر مني، لكن هناك حوارات استراتيجية، شراكات استراتيجية بين الجامعة العربية ومثلا الاتحاد الأوروبي والمنظومات الأخرى العالمية، وكذلك ويا مع الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصين راح يكون في مؤتمر عربي صيني، كانت في قمة عربية صينية أيضا مع اليابان، وراح يكون أيضا في مؤتمر عربي ياباني عن قريب. وأيضا المنظومة العربية جزء منها المنظومة الخليجية مجلس التعاون، وكذلك مجلس التعاون يقوم بنفس الدور وهو مكمل للمنظومة العربية. فلا بد من هذا التعاون، وأعتقد أن مع المستقبل وخططنا الاستراتيجية يجب أن هي تكون مركزة على مثل هذا التعاون وهذه العلاقات ومد الجسور مع المنظمات وقيام المنظمة بدورها، وبالأخص في الفصل الثامن لميثاق الأمم المتحدة اللي يدعو يحث
المنظمة الإقليمية بالقيام بدور لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة بدون استخدام القوة. طول العمر تحب تضيف شيء على العلاقات؟ سعادة الوزير إذا تسمح لنا بناخذ مجموعة أسئلة أفضل حتى يتم الرد عليها، يعني بناخذ أكبر قدر ممكن. هناك والله عاد تمام. أبو صافي من صحيفة الأيام، خليها سؤال سؤال، خليها سؤال سؤال، لأنه مجموعة أسئلة حيبقى صعب أن الواحد يتفاعل مع مجموعة أسئلة. أوكي. على أساس أنه يمكن الأفكار تكون متقاربة فيكون الرد عام، لكن اللي يريحكم. خلاص سؤال سؤال فضل. تمام. أبو صافي من صحيفة الأيام، سؤالي لمعالي الوزير، في هذه المبادرة حول عقد مؤتمر للسلام، ما هي من هو الأطراف، يعني قراءتكم الأولية، الأطراف الدولية التي ممكن أن تدعم مثل هذه المبادرة، ولا سيما أيضا أن الحكومة الإسرائيلية الموجودة حاليا في تل أبيب هي حكومة متطرفة ولا تأمن بالسلام ما قبل حتى 7 أكتوبر. السؤال الثاني، هناك تقرير للأمين العام للجامعة، هناك تقرير تتحدث عن قوات عربية ما بعد الحرب في غزة لحفظ السلام، أود أن أسمع رأي الجامعة، تعليق الجامعة على هذه التقارير، هل هي صحيحة؟ هل هناك قوات عربية ستذهب لحفظ السلام في غزة ما بعد انتهاء الحرب؟ شكرا. صح. ان شاء الله بناخذ استاذي، انا راجل عجوز حتوه منكم. شباب ومسوي روحه كبير. ان شاء الله بناخذ اكبر قدر ممكن باذن الله. ان شاء الله تفضل سعادة. فيما يتعلق بالادبيات الدائره حاليا في الصحف الامريكيه فقط عن قوات حفظ السلام عربية في غزة، هذه هي المصادر الغربية الأمريكية التي تتحدث أو الأوروبية بصفة عامة تتحدث في هذا الشأن. نحن في الجامعة العربية نتابع وبدقة شديدة كل ما يحدث في هذا الموضوع إعلامياً، ولكن لا يتحدث معنا أي طرف في ما هو مطروح، والافتراضات التي توضع في هذا الشأن، لأنهم بيفترضوا الآتي بعد، اللي بيطرح هذه التقارير بيفترض الأطروحات التالية لكي ننظم فكرنا وفهمنا لما يدور، أنه هناك تدمير لحركة حماس، أنها نزع عنها قدرتها على إدارة السلطة في غزة، وبالتالي يخلق سلطة جديدة. هذه السلطة الجديدة لديها قدراتها العسكرية والأمنية لكي تؤمن القطاع، وكمرحلة انتقالية تدخل قوات حفظ سلام عربية أو دولية أو قوات دولية. كل هذا الحديث الذي أتحدث فيه لكي أكون واضح جدا هي افتراضات. العمليات العسكرية ما زالت للأسف الشديد تدور. بالأمس فقط قرأت تقرير في صحيفة أمريكية كبيرة للغاية، الول ستريت جورنال أو جورنال. هذه الول ستريت جورنال كتبت عن فشل الجيش الإسرائيلي في تدمير حماس، وبالتالي هذه الأطروحات التي تتحدث عن إزاحة قوة وإحضار قوة بديلة على الأرض كلها أطروحات تنتظر نهاية الاقتتال، فلا نتسرع في هذا كله، ننتظر ونرى.
استقرار غزة مطلوب للغاية، لأنه بعد هذا الاقتتال الحاد للغاية والتدمير الكبير للغاية يجب أن يكون هناك سلطة وقدرة على تأمين أهل القطاع، ليس بالضرورة من الاعتداءات الإسرائيلية فقط، لكن من السلب والنهب إذا ما ساد القطاع في وضع فوضوي. فننتظر ما يسمى اليوم التالي لكي نرى كيف ستكون الأمور. ده أكثر الرؤى أتصور تعقلا. شكرا جزيلا. تفضل. كان في سؤال لي باختصار. تمام، بالفعل هذه تحدي، من هم بيكونون المشاركين في المؤتمر؟ نعمل جاهدين على زيادة عدد المعنيين وذوي المصلحة في تحقيق السلام في المنطقة، في الدول المنطقة لابد منها، وكذلك الدول الكبرى اللي لها مصلحة في المنطقة، نعمل جاهدين على زيادة ذاك العدد. شكرا. ناخذ هناك أحمد وراء آخر شيء. سعادة الدكتور، أهلا. بولا نوفل من سيانان الاقتصادية. سؤالي بيحكي أكثر عن الشأن الاقتصادي. ما فينا نقول إنه أكيد الحرب بغزة والتوترات المنطقة طغت على الأجندة تبع القمة، بس بموضوع الشق الاقتصادي، كيف فينا نحافظ على الزخم الاقتصادي والتعاون اتفاقية التجارة بين الدول العربية في حال استمرت التوترات في المنطقة؟ وشكرا. شوفي، للأسف الشديد، الكثير من المتابعين لأعمال الجامعة العربية على مدار تاريخها اللي يمتد أكثر من 75 عاماً لا يرى سوى الشق العمل السياسي، ويتصور أن الجامعة العربية هي فقط عمل سياسي. حقيقة الأمر أنه وإن كان ذلك صحيح، أنه العمل السياسي للجامعة هو عمل سياسي، لكن له شق اقتصادي وله شق اجتماعي وله شق ثقافي. الجامعة تتناول الكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوضاع المرأة العربية وأوضاع الشيخوخة العربية ونقل التكنولوجيا و الكثير من المفاهيم. الجامعة العربية لديها 13 مجلس وزاري لا يعمل إلا في المجالات الفنية، الصحة، التعليم، الأليسكو، في نشاطات كبيرة جدا للجامعة العربية، وإن كانت تجتهد طوال الوقت إلا أنه تناولها الإعلامي لا يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنها ليس لها طابع براق. العمل الاقتصادي واتفاقية التجارة العربية الشاملة الكاملة تسير برغم كل التوترات وبرغم كل بيتم التقدم بهدوء وربما ببطء، لكن البرلمانات بتصدق والدول بتنضم والكثير من الاتفاقات بتنفذ، وبالتالي من حيث العمل الاقتصادي والاجتماعي للجامعة فإلى حد كبير هو عمل مرض للغاية. بناخذ آخر سؤال. سكاي نيوز، المايك، بس افتح المايك. مساء الخير، أنا سمير عمر من قناة سكاي نيوز العربية من مكتب القاهرة. يعني أما أن سيادة الأمين عام وحضرتك أشرت إلى أنه الدولة التي تقترح مبادرات فعليها تنفيذها، سأتحدث عن مبادرتين وردتا في المبادرات البحرينية الثالثة والرابعة ما يتعلق ب
ضمان التعليم عن بعد لأولئك الذين أضيروا وأبنائهم من الصراعات، وبالتأكيد غزة هي أكبر نموذج لذلك، وما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية أيضا للذين أضيروا من الصراعات المسلحة، وغزة أيضا تعود مرة أخرى في الصدارة. هل لديكم، أم أن البحرين رئيسة القمة، لديكم تصور لكيفية تنفيذ هاتين المبادرتين؟ وإذا كان الرئيس سيتولى تنفيذها والأمانة العامة تتابعها، أقترح أن يكون الإعلاميون أيضا والصحفيون جزء من المتابعة. الرئيس لن يتولى التنفيذ، الرئيس سوف يشرف على كل الجهد الذي يحقق التنفيذ. طب ندخل نفسنا معاكم ويبقى الصحفيين كمان بيتابعوا عمليات المبادرات تنفيذها، ربما يعطي ذلك زخما إضافيا، وكمان نخلينا مطلعين على تنفيذ المبادرات. فهل هناك آلية لتنفيذ هاتين المبادرتين على هذا النحو؟ معلش برضو سيادة الأمين العام، أنا أول مرة بشوف حضرتك من 8 سنين ومن قبلها وزير خارجية تتحدث على هذا النحو بين الحزن ويعني الغضب فيما يتعلق بغزة وإسرائيل. هو اللي بيحصل في غزة واللي كشف عنه الوجه القبيح لكل من أيده هذا العدوان. هل ده، أنا أطرح لك سؤال آخر في مقابل حديثك، هو لو كان حصل هذا الكلام في أوكرانيا أو في البوسنة أو في كوزوفو كان صمت العالم مثلما يصمت؟ طيب، يبقى عشان كده هذا الغضب. مسألة القوات الحفظ السلام، هناك مقترح في البيان المنامة يتعلق بهذا الأمر لكي لا يختلط علينا الأمر، بس حقيقة نفيت القوة العربية، لكن في مقترح بيقول قوة سلام وحفظ سلام دولة. شكرا جزيلا. الله يسلمك. لا، أنت سألت الله يسلمك عن الصحة والتعليم، وبارك الله فيك. بالفعل سؤالك في مكانه. أولا، لن يكون هناك جهد يتكامل بدون الإعلام. الإعلام نحتاجه، والإعلام شريك في كل مساعي الدولة والكتلة. بالنسبة عن التعليم والصحة، حقيقة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يطول عمره وجه، قال أوكي، ماذا عرفنا اللي هي تحقيق كذا، زي كيف؟ فالكيف ابتدينا نعمل عليه، ابتدينا ننسق مع اليونسكو وأبدوا ارتياحهم وتقبلهم ورحبوا بأنهم يكونون شركاء معنا. آلية التنفيذ لازم تكون جهة معنية بالتنسيق ومتابعة التنفيذ، بتكون هي الدولة صاحبة المبادرة. ما نقدر نعمل بعزلة عن الجامعة العربية، فالتنسيق مستمر بيكون مع الجامعة العربية، والتقارير ترفع إلى القمم من خلال الجامعة العربية وبعد تداولها ومناقشتها على مستوى وزراء الخارجية، وأيضا بالتعاون مع المنظمات الدولية، لأن المطلوب، ولهالسبب تم دعوة الأمين العام وممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، على أساس أن تأخذ البعد الأممي، بحيث أن الجهد يصبح موجه إلى الفئة المتضررة من الشباب بالتعاون مع الجهات الأممية والجمعيات والمؤسسات الأممية. ورقة المفهوم ككل والخطة ككل كانت هي فكرة مبدئية، القصد مع الكيف. كان لابد من أولا مباركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وحصلنا عليه اليوم. فيعني اليوم احنا سعيدين بأن القادة يعني باركوا هالتوجه ووافقوا على القرار بأن دولة صاحبة المبادرة هي اللي تقوم فيه. تخيل طال عمرك مع المستقبل أيضا دول أخرى تأتي بمبادرات وتكون مسؤولة عن متابعتها، ودور الجامعة ككل هي التنسيق مع كافة المبادرات ومتابعتها حتى يتم إنجازها. هناك آلية
الآلية راح تكون أوضح بعد ما تم الاتفاق والإقرار المبادرات، بعد ما يتم التنسيق الدقيق والشامل مع الشركاء بصورة أوضح وأدق. شكرا. شكرا سعادة وزير الخارجية ومعالي الأمين العام، شكرا جزيلا لكم. مشكور. شكرا.